معنا الآن من القاهرة الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أستاذ حامد، أهلا وسهلا بك. إذا يعني الدور المصري كان منذ البداية دورا استراتيجيا، وتبنى رؤية لآليات الحل وما بعدها أثناء وما بعد هذه الأحداث، تحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار بكل الفرص بشكل يعني جاد وكأولوية، تحدث وما زال يتحدث عن ضرورة حماية المؤسسات، أيضا مؤسسات الدولة، وأيضا فيما يتعلق بالتنسيق مع دول الجوار، إلى إضافة إلى يعني الدعم المتواصل في للوصول إلى ربما حل قريب من خلال مبادرات عدة. كيف نقيم هذا الدور؟ طبعا القاهرة لعبت دورا محوريا في العمل وبشكل كبير على إيجاد حل داخلي سوداني، في إطار أن مبادرة القاهرة كانت من أشمل المبادرات وكانت مكملة لكل المبادرات التي تم طرحها، وبالأخص مبادرة الرياض فيما يخص العمل وبكل قوة على إيجاد مخرج حقيقي لدعم الأشقاء في السودان لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، والسعي وبكل قوة إلى تنفيذ مبدأ واضح للدولة المصرية، وهو دعم الدولة الوطنية السودانية بما يتوافق مع عدم تفكيك المؤسسات السودانية وبالأخص الجيش السوداني، وبأن الدولة المصرية تسعى إلى وقف شامل لإطلاق النار من خلال مبادراتها. وأيضا كان هناك مبدأ واضح دعمته القاهرة منذ اللحظة الأولى، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية، باعتبار أن القاهرة لديها رؤية استشرافية واستباقية في هذه الجزئية تحديدا، من أن هناك بعض القوى الخارجية تسعى وبكل قوة إلى تنفيذ مخططاتها في الداخل السوداني، وبالتالي القاهرة كان لديها استراتيجية واضحة من ضرورة إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المتنازعة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق العمل السياسي الذي يفضي إلى تكوين المؤسسات الانتخابية في السودان بما يتوافق مع الرؤية الواضحة. وهذا ما جعل الدولة المصرية تتحرك منذ اليوم الأول ومنذ اللحظة الأولى للعمل على إيجاد مخرج حقيقي، وبأن يعني دول جوار السودان هي الدول المعنية الأولى بضرورة التوافق فيما بينهم لإيجاد مخرج حقيقي للأزمة السودانية، وهو ما جعل القاهرة تعكف على انعقاد قمة السودان أو قمة القاهرة لدول جوار دعم السودان. وبالتالي القاهرة تحركت في كافة المحاور والاتجاهات، حتى أن القاهرة منذ اللحظة الأولى قامت بفتح المعابر وقامت باستقبال الكثير من الأشقاء من السودانيين، باعتبار أن الدولة المصرية تسعى إلى رفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، وقامت بإرسال المساعدات سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو بما يتناسب مع حجم المعاناة الكبيرة اللي بتعاني منها الدولة السودانية. وبالتالي القاهرة هي الدولة المعنية الأولى بعمق الروابط التاريخية الكبيرة والقوية التي تربط بين البلدين، وبعمق أيضا أن القاهرة لديها رؤية استراتيجية واضحة لضرورة وقف حمام الدماء ووقف الهجرة غير الشرعية وما يرتكبه يعني قوات الدعم السريع من جرائم بحق السودانيين.